نتحول الآن إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. مع رياضة نعود من جديد إلى ميرنا إيهاب. تفضل ميرنا. شكراً يا إيمان، شكراً سحر، والآن جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محلياً وعالمياً. تصل بعثة فريق نادي الأهلي إلى المغرب بعد قليل، وذلك لخوض لقاء الإياب أمام فريق الوداد البيضاوي بنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل. كانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف، وسجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الوقت الضائع من الشوط الأول، ثم أضاف كهرباء الهدف الثاني في الدقيقة 59، فحين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 86. فاز الفريق الأول لطلائع الجيش على الإسماعيلية بهدف دون رد على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز، وأحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد سمير في الدقيقة 50، وبهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 32 في المركز 14، بينما تجمد رصيد الإسماعيلية عند النقطة 33 في المركز 13. وصلت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة صدارة التصنيف العالمي للعبة وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي للمصارعة، واحتلت سمر حمزة المركز الأول في وزن 76 كيلوغرام في منافسات نسائية، متقدمة على لاعبات تركيا والإكوادور والصين على الترتيب. وسبق وتصدرت سمر حمزة للتصنيف واحتلال المركز الأول على مستوى العالم، وحصلت على ذهبيتي أفريقيا في المصارعة. حصل السباح العالمي محمد أبو جودة على الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر خلال منافسات الأولمبياد الخاص الذي يقام حاليا في فرنسا، وحقق أيضا اللاعب محمد أبو جودة أول ميدالية فضية لمصر في سباق 800 متر حرة، ثم الميدالية البرونزية في سباق 50 متر ظهر، ثم توج بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر. انتهت أخبار الرياضة، والعودة إليكم مرة أخرى. شكرا لك ميرنا.